وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور ياسر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب. مرحبا بك، وبداية ما أهمية إشراك الشباب في جلسة المحاكاة في البرلمان، وما هو الدور الذي تطلعون من خلاله لشباب الوطن؟ مرحبا، حياك الله، مساء الخير، أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. أشكركم على يعني تحت الفرصة لنا اليوم عن الجلسة المنعقدة اليوم الشباب البرلماني. اليوم يعني مشاركة كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك مفدى لشؤون الشباب الرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة. انعقدت جلسة النواب اليوم برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، جلسة المحاكاة البرلمان الشباب، وهي النسخة الثانية طبعا، لأن كانت في النسخة الأولى السنة الماضية. وطبعا الحمد لله حضر اليوم بعض السادة، عدد من السادة النواب وعدد من السادة الوزراء مشكورين، وكذلك ممثلي الحكومة الموقرة. مشروع جلسة المحاكاة لبرلمان الشباب يعني جاء تنفيذ للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك مفدى، ولدعم وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة في كل مجالات العمل. وكذلك احنا نطمح لزيادة الوعي السياسي والعمل الديمقراطي ونشر الثقافة البرلمانية في مملكة البحرين. وإذا تسمحين لي بس أعرض بشكل مختصر وسريع مجريات الجلسة. نعم. اليوم يعني أول بند كان عرض رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعي على السؤال النيابي المقدم من أحد أعضاء البرلمان الشباب، وبعدها تمت مناقشة تقرير لجنة الشباب الرياضة بخصوص اقتراح بقانون، وأيضا بعدها تمت مناقشة تقارير اللجان البرلمانية بخصوص عدد من الاقتراحات برغبة. وأخيرا انتقلت الجلسة إلى عرض طرح موضوع للمناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في دعم ريادة الأعمال بين فئة الشباب، وطالب الشباب البرلماني اليوم في مداخلتهم في الجلسة بضرورة اهتمام الحكومة الرشيدة بدعم مشروعات الشباب التجارية، تسهيل دخولهم لريادة الأعمال باعتبارها أساس التنمية المستدامة، وأيضا يعني تخلق فرص العمل وتقضي على البطالة. آخر بند هو في بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على طلب إصدار بيان شكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك مفدى لشؤون الشباب الرياضة رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة على دعمه الدائم والمستمر للشباب، وتمت الموافقة على صياغته وإصداره من قبل هيئة مكتب المجلس. نعم سعادة الدكتور ياسر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.